مساكم الله بالخير، يعطيكم العافيه. الصراحه النوم بي بعيوني، خوش نومه، سريرهم صدق ما ودك تقوم منه. صباح الخير تبريز، شلونك؟ الحمد لله بخير. زين؟ جيد الحمد لله. الحمد لله. صباح الخير، الحمد لله تمام. اقدر اسكن هني؟ والله ودي اعيش هني صراحه، الفندق مو طبيعي، من افضل الفنادق اللي ممكن تسكن فيها، فصدق شيء مو طبيعي. اليوم وين راح نروح تبريز؟ ان شاء الله المدينة القوبة. قوبة سينزل ثلج ان شاء الله. يقول قاعد ينزل ثلج بسبب المطر، نزل ثلج توه. احنا من اول ما جينا تخيلوا، من اول ما جينا باول يوم جينا فيه نزل فيه مطر. تخيلوا صار لهم 3 شهور مو نازل عليهم مطر، باول يوم جينا ينزل مطر والحين نزل ثلج. بس ان شاء الله يمكن نحصله هناك. بس بقابل مديرة العلاقات العامة هني، تقول بتكلمني، فخلص معاها ان شاء الله بنطلع. وردينا الى باصنا العجيب. قعدت مع مديرة العلاقات العامة فندق الفور سيزونز. البنت عجيبة يعني صدق، تبي تساعدني بكل شيء انا بيه، وين اروح، وين شنو اسوي، كل شيء تنصحني فيه. حتى تخيلوا حتى المباريات، تقول لي اذا الناس اللي يسكنون عندنا اذا يبون حتى تذاكر المباريات، مثل حق المباراة الجاية اتلتيكو مدريد وتشيلسي، بس لما يشترون تذاكر يحطون العنوان حق الفور سيزونز وراح تجي تذاكر عندهم، فهم راح يعطونك اياها بعد، فهم راح يساعدونك بكل شيء. والاحلى من كذي انها قالت لي ان تعرفون في بعض مثلا العرب يواجهون الصعوبة باللغة، خصوصا اذا انت مسافر مثلا بلد ما يتكلم اللغة العربية، لكن عندهم موظفين بريسبشن يتكلمون العربية. شفتهم واحدة من المغرب وواحدة ما ادري من وين، يمكن من سوريا لبنان شيء كذي، بس عندهم يعني مو بس يتكلمون عربي، يمكن في ناس يقول والله أذربيجاني يتكلم عربي شوي مكسر وشي كذي، لا عندهم بريسبشن ناس عرب، يعني ما راح تواجه اي مشكله وياهم. وقبل لا نروح الى قوبا نزل تبريز حق المكتب، عنده شيء بيخلصه. هذا هو شوف مكتب الوطنيه بالتعاون مع كايت كويت أزري انترناشونال توريزم. شوف مكتبهم الوطنيه موجودين لكم بكل مكان حتى في اذربيجان. حسيت بالوطنيه ها؟ تشوف شوف الوطنيه الكويت حنين داخل. ما سمعت بس تطلع من باكو راح تواجهك، شوف كلها تراب، يعني شوف جبال وتراب، ما في طبيعه، بس بعدين راح تجيك طبيعه. يعني شوف سبحان الله، مدينه تراب بعدين طبيعه. واحنا الحين متوجهين ان شاء الله الى مدينه قوبا. قوبا تقريبا تبعد يمكن ساعتين ونص عن باكو، اللي هي في اشهر المناطق اللي هني اللي هي فيها طبيعه. قوبا قابلة هاي هاشتاج تبريز تبريز. شنو اسم المنطقة هذه؟ هاشتاج شاهداق. شاهداق على بالي، هاشتاج شاهداق. هذي شاهداق وقبلة وقوبة، هذي مناطق طبيعية عندهم، فهذي يفضل انك تزورهم. اما اذا كانت رحلتك قصيرة يفضل انك تزور واحدة منهم بس. انا بس الحين بروح اللي هي الاقرب اللي هي قوبة. شوف هذا قطار يوديك الى روسيا، تقريبا من قوبة الى الحدود الروسية يمكن تقريبا 50 دقيقة او ساعة. نزلنا هنا بالطريق، مكان ريفي بحت. شوفوا هذا الجبل وراي، المكان هذا يسمونه 5 أصابع، ما أدري ليش بس هم يسمونه مكان 5 أصابع. هذا المكان كله هنا منطقة، فعندهم هنا قاعد يسوون كباب وشغل عدل، فحن نتريق حتى الحين ما أكلنا أي شيء. شوف شلون كباب حركات، هم يسوي سمك بعد وشيش طاووق صوص ورمة صوص إيه صوص. شكرا. لذيذة فرش على الآخر. شوف المكان كله بقالات ومطاعم وناس تشوي برا، فمكان حلو للتوقف وإنك تأخذ هالكباب والسندويشات الحلوة. الريحة تكفخ الرأس ها؟ شو رأيك؟ قوية والله. Five fingers. هذا شنو الحين؟ هذا سندويش السمك.
هبره سمك كذي لذيذ والله العظيم احلى من الكباب بعد. فاللي يعني لازم يطلب السمك اذا كنت تحب السمك بعد. وصلنا الحين دخلنا تقريبا بدايه قوبه او هي هذه قوبه وبدت مظاهر الطبيعه تطلع والمكان مرتب حتى شوارع مترتبت. يعني قبل شوي لما واحنا جايين كان الطريق تقريبا كله ريفي وشبه مكسر بس الحين لا دشينا بطريقه حلوه. نزلنا هنا على الطريق شوف عندهم عسل وعندهم هذه الفواكه يسمونها الخبزه خبزه الفواكه. هذا شنو؟ خبز بس هذا شنو النكهه؟ هذا تاكله شوي مثل طعمه الليمون. نفس الليمون. عسل فواكه مكسرات حاطين نار هناك الحطب والاجواء صارت نار عجيبه صح احترام مية مية. ريحتها ريحة فراولة ريحة قوية بالضبط نفس القمردين قمردين ما يسمونه شوف بس تلفها كذي بس الساندويتش صح ها ليش؟ لأن أنا كنت شوي لا أنا هذا عادي أبيها نفس السيجار أنا أيوة شوف ما تحس بطعم الفواكه تحس إنك تأكل ما أدري بس إن أكل شيء تحس بالطعم الحامض بس حلوه بس عندي الغمر الدين اللي احنا متعودين عليه عندي افضل منه. وصلنا الحين هني تقريبا شوف فوق الجبال في منتجع في مطعم هو هذا كله مسور بعد منتجع ومطعم وكل شيء والمكان ماله خطير قاعد اسمع صوت الشلالات موجوده هناك بس المكان عجيب شو شلون صاير. اسم المكان هذا مستر جاه. شم 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 الهواء عادل تحس فلتر يصير داخل. اي والله صدق اسمع صوت الشلال بعد. اي والله الهواء مو طبيعي نظيف تحس بنظافته وانت قاعد تشمه. ايه لا شوف الخرفان اللي هنا. ايه يقول لك هذا الماي طبيعي حق صالح الشرب جاي من الجبل من فوق. هيا يلا نشرب. لذيذ نظام فاشينيستات ها كل شيء لذيذ. شوف الشلال من هني داخل رهيب شوف ينزل من فوق الاجواء الصراحه هني رهيبه شوف الماي فوق هني والشلال شوف ينزل شيء بشكل رذاذ خفيف. بندر ايش رايك بالقعده هذه اللي هني؟ تخيل مع الشلال كذي؟ شلال اي اول هني شوفها ايه بعد هني عجيبه قعدنا هني عند الشلال شوف يبون الشاي الاذربيجاني والحين اقول لكم ليش اذربيجاني مع البقلاوه والمربى. المربى شلون تاكلونها مع الشاي صح؟ اي مع الشاي نداله هنا اي ونشرب مع الشاي. غريبه يعني شوف طريقتهم غريبه ياكلون المربى مع الشاي يقول احنا ما ناكله مع الخبز يعني شيء غريب. الشاي الاذربيجاني هذا هو شوف شلون صاير شوف هذا هني الشاي وهني الماي تاخذ من الشاي هذا وتصب شويه بعدين تحط عليه الماي فيطلع لك الشاي هذا العادي نفس هذا. الجو صار بارد اعطي هذا معطيني هذا عشان كان ابيض احمر الدفى اي والله برد. جماعة والله ترى المكس عجيب شوف مربى والشاي فكذي من غير سكر طبعا جميل جدا
نوش أوسن. نوش أوسن. تركيا؟ لا. الأذربيجاني. بالعافية. إيه بالعافية. عافية أوسن. عافية أوسن. صح. لازم نقول نوش أوسن. نوش أوسن. علمنا يا بندر شلون تصب الشاي الأذربيجاني. أول شيء. إيه. من الشاي هذا. إيه. خدر عدل. شوفه شوفه. إيه. حط شوي. ربع ال. إيه. بعدين تحط الماء صح؟ ايه تحط الماء اللي على البخار داخل. سلام الله عليك شاي اذربيجاني ولعب. والله المكان عجيب. اي والله. والشاي الاوزبكي يقند الراس على قولتهم. ايه عجيب والله. بس ما حسبنا حساب الملابس الشتوية فاللي بيفوز ان شاء الله بالمسابقة الجاية جيبوا يا شتوي. اي عاد احنا الحين نهايه شهر 9 ايه. وفاجئنا البرد على طول فالحين ايه خلاص بدا البرد عندهم. المسابقه الجايه شهر 10 وشهر 11 هذيلي ايه. راح تكون برد برد صجعت. ردينا الى الفندق نزلنا سايقنا هني وبس انه لازم نعبر الشارع حق فندقنا هناك والشارع كبير بس هم شوف شنو مسوين حاط لك كذي تنزل الى تحت الارض. تحت الارض صح؟ ايوه تنزل تحت الارض بس شنو مو هي كلام تحت الارض تنزل والمكان هم مرتب وفخم يعني صراحه باكو تذهلك كل شوي اكثر واكثر. شوف يعني تخيل هذا نفق عشان تطلع على الشارع الثاني وتحس انك مول. شوف النفق اللي تحت يكون نفق وكتابات عليه ايه يعني نفس النفق اللي عندنا تي فيها كتابات وخرابيط وشوف شوف رخام. شوف تصعد مره ثانيه وهذا فندقنا بسرعه خلال ثواني. بعد تعب الطريق هذا كله ورديت الفندق قلت لازم اروح للسبا. السبا عندهم بالدور الاخير فوق كل شيء فري احلى شيء. يلا بسم الله. جاكوزي جاكوزي ينطرني. ايش رايكم احلى شيء ممكن تنهي يومك فيه؟ ريلاكس. دشيت السونا تقريبا درجه الحراره 76 درجه مئويه داخل مو حسب بيجي حتى عرض معرض متعودين بعد 55 درجه عندنا بالكويت. شلون يحطونها شنو يعني طعمه والله طايح قبل ما اروح ماكل وايد وبيبان وايد خف ادش احد ولا يب. اتعب على الاطلالات اتعب على الاطلاله. هذا بعد بالنهار بلوه هني. عقدت على نفسي صراحه المشكله هذه اخر ليله وانا توني حضرتي جاي يعني بالليل على اخر الوقت يسكرون الساعه 11 الحين صارت الساعه 11. لما خلصت من الاسبوع اللي تحت الموظفه تقول لي عندنا مسبح لازم تشوف وشغال 24 ساعه. شوف شو صاير. شوف واو 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 شنو هذا؟ في جاكوزي بعد 24 ساعة شكل اليوم ما راح انام. والله راح ارد مرة ثانية واللي فيها فيها. والله مو مصدق هالمسبح. شوف والله مو طبيعي صدق. يا شوف تخيل انت قاعد تسبح وهذا المنظر كله قدامك. قصر والله. احلى ما فيه انك تقدر تسبح فيه كل المواسم يعني لا تقول بس الصيف حتى بالشتاء نفس درجه الحراره تسبح فيه يعني تخيل بالشتاء وقاعد مسبح وتسبح وعلى كيفك مستانس ايش تبي على زينتي. احب اشكر الوطنيه على رعايتهم هذه الرحله ولازم تتابعونهم حساباتهم موجوده تحت بالديسكربشن وحتى تفاصيل عن الفندق هذا هم موجوده تحت. بصح بالنسبه للي يسال بخصوص الاسعار الحمام التركي سعره 200 منات والمساج سعره 155 منات. اما باقي الاشياء كلها فري كل الاستخدام فري طول ما ساكن هنا كل شيء فري. وبنات الفيديو لا تنسون تعطون الفيديو لايك اذا عجبكم تشتركون بالقناه بس وين
هذه دائرية اضغط عليها راح تصير قناتي على طول، وانشر الفيديو لاصحابك كثر ما تقدر عشان تدعمني فيه، ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي، والفيديو الجاي راح يكون الفيديو الاخير ان شاء الله، ومع السلامة، تصبحون على خير.